إلهي بمحمد يا رب، بمحمد والدة محمد يا الله، اقضي حوائج المحتاجين يا رب. بأن وراءك يا أبو الهادي اهتدينا، وصدقنا الوحي وللحق مشينا. بأن وراءك يا أبو الهادي اهتدينا، وصدقنا الوحي وللحق مشينا. والدستور الأسلام والقائد محمد، قائد محمد. بأنوار يا أبو الهادي اهتدي، صدقنا الوحي وللحق مشينا. بأنوارك يا أبو الهادي اهتدي، صدقنا الوحي وللحق مشينا. والدستور الاسلام والقائد خلق، خلق رب النور نورا، خلق رب النور نورا، وبمعاني حباكم ومن سناء ومن بهاء زهر بالعالم بهاكم، او سابق بعلم الالهي وحكم للناس ارتضاكم، او سير امور السيطره الكم يا سادات الورى، وكل فرد منكم امر وطوق الناس بولاكم، وطوق الناس بولاكم، بيكم نور الباري بلاده، وعينكم يا ابو الهادي العبادة، بيكم نور الباري بلاده، وعينكم يا ابو الهادي العبادة، بالدارين اعلام والقائد محمد. بنوارك بنوارك انواره يا ابو الهادي اهتدينا، صدقنا الوحي وللحق مشي. بأنوارك يا ابو الهادي اهتد، صدقنا الوحي وللحق. والدستور الاسلام، والدستور الاسلام والقائد محمد. خلق رب النور نورا، وبمعاني حباكم ومن سناء ومن بهاء زهر بالعالم بهاكم، وسابق بعلم الإلهي وحكم للناس ارتضاكم، ويسر أمور السيطرة، ويسر أمور السيطرة إلكم يا سادات الورى، وكل فرد منكم أمره وطوق الناس بولاكم، وطوق الناس بولاكم، بيكم نور الباري بلاده، وعينكم يا ابو الهادي العباده، بالدارين اعلام والقائد محمد. بانوارك يا ابو الهادي وصدقنا الوحي وللحق مشي. بانوارك يا ابو الهادي صدقنا الوحي وللحق مشي. والدستور الاسلام والقائد
إلى الشاعر الأديب الشيخ كاظم منذور كربلاي. الباري من رتب عباده وعين أرباب المراتب درر من جوهر محام درار من جوهر محمد تزهر بنور المناقب وبمناقبكم علينا تهون بالشدة المصاعب وبيكم يا سادتنا الأمل وانتم ميازين العمل والأزل من يوم الأزل بيكم يثيب ويعاقب بيكم يثيب ويعاقب ولاكم على الكون ونظامه من مبدأ الدنيا للقيامة ولاكم على الكون ونظامه من مبدأ الدنيا للقيامة على المخلوق حكام والقائد محمد بأنوارك يا أبو الهادي اهتدينا صدقنا الوحي وللحق مشيت بارك الله بك لا تسكت راك يا ابو الهديت صدقنا الواحي وللحق مشيت والدستور الاسلام والقائد محمد رصد رصد رب الدين هذا الدين بأسرار الكرامة رصد رب الدين هذا الدين بأسرار الكرامة وأصل من أصل الرسالة وفرع من فرع الإمامة وانت يا والد الهادي ركن ومثبت قوامه والدين يربى بالعليم والدين يربى بالعليم والدين يربى بالعليم منكم ولكم ملتزم واحنا بولاكم نغتنم ديننا ونحمل وسامه ديننا ونحمل وسامه وشدينا الوسام احنا بولاكم واحنا جنودكم نخدم لواكم وشدينا الوسام احنا بولاكم واحنا جنودكم نخدم لواكم والمالك العلام والقائد محمد بأنوارك يا ابو الهادي اهتدينا وصدقنا الواحي وللحق مشينا بأنوارك يا ابو الهادي والدستور ايه والدستور الاسلام والقائد محمد رصاد رب الدين هذا الدين بأسرار الكرامة رصد رب الدين هذا الدين بأسرار الكرامة وأصل من أصل الرسالة وفرع من فرع الإمامة وانت يا والد الهادي ركن ومثبت قوامه والدين يربى بالعليم منكم وبيكم ملتزم منكم وبيكم ملتزم واحنا بولاكم نغتنم ديننا ونحمل وسامه
ديننا ونحمل وسامة وشدينا الوسام، احنا بولاكم واحنا جنودكم نخدم لواكم، للموت سادتي منعوكم، شدينا الوسام احنا بولاكم واحنا جنودكم نخدم لواكم، والمالك العلام والقائد محمد بأنوارك يا أبو الهادي صدقنا الوح أولى الحق مشي بأنوارك يا أبو الهادي للحاب مشينا والدستور والقائد يا بني الزهراء يا بني الزهراء بيكم تنحفظ دعوة نبينا يا بني الزهراء بيكم تنحفظ دعوة نبينا نور وتجلت الدعوة واحنا بالنور اهتدينا ديننا الإسلام واحنا بقبلة الدين اقتدينا رتلنا آيات الحميد بسم الله ونكيد التضيد خلدنا تاريخ المجيد يشهد التاريخ بينا يشهد التاريخ بينا والإسلام لو شادت خصمها جدكم عن نصر ركز علمها والإسلام لو شادت خصمها جدكم عن نصر ركز علمها إن النصر ما دام والقائد محمد بأنواره يا أبو الهادي ما ذقنا الواح أولى الحاب مشي بأنواره يا أبو الهادي صدقنا الواحي وللحاق مش والدستور الاسلام والقائد محمد الاسلام يا بني الزهراء بيكم تنحفظ دعوة نبينا نور وتجلت الدعوة واحنا بالنور اهتدينا ديننا الإسلام إلهي بشرف الإسلام يا رب أمتنا على ولاية أمير المؤمنين يا الله ديننا الإسلام واحنا بقبلة الدين اهتدينا رتلنا آيات الحميد بسم الله ونكيد التضيد خلدنا تاريخ المجيد ويشهد التاريخ بينا ويشهد التاريخ بينا والإسلام لو شادت خصمها جدكم عن نصر ركز علمها والإسلام لو شادت خصمها جدكم عن نصر ركز علمها إن النصر ما دام والقائد محمد بأنوارك يا أبو الهادي صدقنا الواحي أولى الحاب أنوارك يا أبو الهادي صدقنا الواحي أولى الحاب مشينا والدستور عصمتكم
تجلى نور عصمتكم. يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بس لأهل البيت هاي نزلت الآية. نور عصمتكم تجلى ونور أفكار العقيدة، وصرنا بدروب العقايد لعد مقصود نريده، والقصد ربط الديانة بالتقاليد المفيدة. ومنكم تعلمنا الإبا بروح المودة الجاذبة، نعتصم بأصحاب العبا وذاك ماضينا نعيده، وذاك ماضينا نعيده، وذاك ماضينا نعيده. والإسلام يتحقق مظنها باسم الفتح من خيبر حصنها، والإسلام يتحقق مظنها. علي موجود، بعد موجود، علي بعد موجود، أحياء عند ربهم يرزقون. والإسلام يتحقق مظنها باسم الفتح من خبر حصنها، والفاتح الضرغام والقائد محمد بأنواره يا ابو الهادي صدقنا الواحي وللحق مشينا بانواره يا ابو الهادي صدقنا الواحي وللحق مشينا والدستور الاسلام والقائد محمد. يا جواد العترة جودك، يا جواد العترة جودك على الملة، يا جواد العترة جودك علمنا يقدس مزارك، فلكنا الحاجات يفتر والقطب تسميم دارك، والفرج مفتاح بيدك للتمسك باقتدارك. يا الحبك الباري فرضى ليك الحوايج معرضة، انجزها لحساب الرضا واحنا خدام بشعارك، احنا خدام بشعارك. دنيا واخره نلوذ بذراكم ونكسب من رضا الباري رضاكم. لا يشفعون الا لمن ارتضى. دنيا واخره نلوذ بذراكم ونكسب من رضا الباري رضاكم، ونتمسك بالاحكام والقائد محمد بانواره يا ابو الهادي اوصى واحي اولى الحد يغتي هل ما راك يا ابو الهادي صدقنا الواحي اولى الحد مشي والدستور الاسلام والقائد محمد. يا الهي يا الهي انصرت دينك، يا الهي انصرت دينك واجعلت للدين صوره، يا الهي انصرت دينك واجعلت للدين صوره، ظهرت بصورة محمد، ظهرت بصورة محمد والمزج نوره ويا نوره، اجبر المكسور قلبه. إلهي بغربة الحسين يا رب اجبر قلب كل مكسور، يا الله اجبر المكسور قلبه ويسر العشرة أموره.
نورنا صابيح العليم وسيرنا ببحور الحليم بنص الوحي وجمع الكليم. عجل الغايب ظهوره عجل الغايب ظهوره يوم اللي ينشر الراية علينا غايبنا ويقر للدين عينه. يوم اللي ينشر الراية علينا غايبنا ويقر للدين عينه ويطلب ثار الاكرام والقائد موحى بأنواره يا ابو الهادي تدي وصدقنا الواحي وللحاق مش بارك الله بك انوارك يا ابو الهادي تدي وصدقنا الواحي وللحاق مش والدستور الاسلام يا الهي انصرت دينك واجعلت للدين صوره ظهرت بصوره محام ظهرت بصوره محمد وانمزج نوره ويا نوره اجبر المكسور قلبه ويسر العسرة اموره. نور مصابيح العليم وسيرنا ببحور الحليم بنص الوحي وجمع الكليم. عجل الغايب ظهوره يا الله عجل الغايب ظهوره يوم اللي ينشر الراية علينا غايبنا ويقر للدين عينه. يوم اللي ينشر الراية علينا غايبنا ويقر للدين عينه ويطلب ثار الاكرام والقائد محمد بأنواره يا ابو هاف ما أنوار يا أبو الهادي صدقنا الواحد وللحق مشي والدستور الإسلام